الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله هيختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 من الدوري المصري الممتاز. المباراة دي إن شاء الله هتكون بكرة الساعة 7 على ملعب السلام. إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يقدم مباراة كويسة جدا وقوية جدا، ويقدر إنه يستمر في حصد النقاط لحد ما يوصل للقمة اللي إحنا كلنا متعودين عليها، ويحقق إن شاء الله اللقب للعام الرابع على التوالي بإذن الله. كمان في حاجه كده مش طبيعيه بتحصل الايام دي، في تجاوزات كتير جدا وفي استغلال لمواقع السوشيال ميديا بطريقه مش محترمه بالمره. انتشرت كمان على مواقع السوشيال ميديا او على صفحات السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا فبركه الاخبار ضد النادي الاهلي، فيها استغلال لصفحات رسميه بتاعت اشخاص اعلاميه وشخصيات عامه، وكمان في تزوير لبوستات لاشخاص طبعا زي ما كنا بنقول دلوقتي مسؤولين وشخصيات عامه ونشروها على ان هي ليهم، وده طبعا بيعمل فتنه كبيره جدا، بيعمل ضغينه كبيره جدا ما بين الجمهور، بالاضافه لانه كمان استغلال غير قانوني لصفحات رسميه ومعتمده بصوره غير قانونيه. وصل طبعا بالناس دي ان هم كمان يفبركوا خبر عن الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم عن الكاف، وكمان ينسبوه لي. الناس دي بتنشر وبتتكلم، وفي ناس بقى بتتخانق على الفيسبوك وعلى تويتر واكتر من كده بكتير، وكمان في قنوات فضائيه بتنشر البوست دي على اساس ان هي بوست حقيقيه وبتنشرها على صفحتها او على شاشتها، يعني الف بقى علامه متاكدوا من المصدر، يعني وكمان يعني عشان تتاكد من المصدر في حاجه تبع السوشيال ميديا سهله قوي، تخش تعمل سيرش على تويتر او على فيسبوك تشوف الاكونت ده فيريفايد ولا لا، بكده بانشر مش تنشر يعني بوست وانت عارف ومتاكد ان هي كمان متفبركه. ليه يعني؟ يعني بقت حاجه صعبه جدا بصراحه. بنقول للناس دي بجد حرام عليكم، اتقوا ربنا في اللي انتوا بتعملوه ده، بتعملوا مشاكل كتير ما بين الناس، بتثيروا الفتن ما بين الجماهير، حاجه ملهاش اي لازمه ومش عارفه مين المستفيد في الاخر بصراحه. طبعا النهارده برضو من الحاجات المهمه اللي حصلت محمد صلاح ومباراه ليفربول قصاد بورنموث في البريمير ليج، 4-0 لصالح محمد صلاح او لصالح ليفربول. محمد صلاح النهارده احرز هاتريك في اللقاء ده، والهدف الرابع كمان جه عن طريق اللاعب بورنموث بالخطا. بكده كمان عايزه اقول لكم ان محمد صلاح بيتساوى مع اوباميانج في صداره هدافين البريمير ليج بنفس عدد الاهداف. كمان منتخب الكره الشاطئيه بيفوز على منتخب المغرب النهارده بست اهداف لهدف واحد. النهارده منتخب مصر للكره الشاطئيه فاز 6-1 على منتخب المغرب، احرز الاهداف لمصر حسام محمد ومصطفى علي ومحمد حسن ومصطفى عبد المنعم ومصطفى شعبان شيكا وعبد الرحمن الشافعي، وسجل علي الخادم او الخديم هدف المغرب الوحيد، وانتهت المباراه بنتيجه 6-1. هنناقش طبعا الكلام ده واكتر كمان، وهيكون النهارده ضيفنا الاستاذ علاء عزه الناقد الرياضي في الاهرام، وكالعاده بنبتدي حلقتنا معاكم باهم العناوين. الاهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهه طلائع الجيش. يوسف نحترم الطلائع ونسعى للثلاث نقاط في جميع المباريات. بدء فتح الحجز الالكتروني لمباراه الاهلي والطلائع. الاهلي للجهات الامنيه سنتحمل مسؤوليه جماهيرنا داخل الملعب. عروض الاعاره تنهال على لاعبي شباب الاهلي. كوتراجينيو علاقه ريال مدريد بالاهلي ممتازه. اتحاد الكرة يعين مراقبي أمن بداية من الدور الثاني للدوري. ودلوقتي هنبتدي معاكم حلقتنا بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي على الصحافة. المساء الأهلي يسابق الزمن لحصد الصفقات. الأهرام الصفقة رقم 4 هدف إدارة الأهلي وصبحي وعمر طارق الأقرب، حالة رضا الالتزام صالح جمعة وأجاي يظهر بعد غياب 130 يوم. أخبار اليوم القلعة الحمراء على صفيح ساخن انتظارا للمدرب الجديد، الأهلي يسابق الزمن لضم صبحي وحجازي والشحات ومرعي.
الشروق، الاهلي يحسم خليفه كارتيرون في اجتماع الاثنين، عرض اسم المدير الفني الجديد على الاعضاء للتصويت عليه، والخطيب يتعهد بالاعلان عنه سريعا لفرض الاستقرار على الفريق. عبد الحفيظ يعرض لائحه ماليه جديده لتحفيز اللاعبين للفوز بدوري الابطال، ويناقش مع رئيس النادي تطبيق مبدا الاعارات وعدم البيع. اليوم السابع الاهلي يفاوض احمد علي لتدعيم الهجوم في الشتاء، حجازي يرفض العوده، محمود وحيد ثاني الصفقات، الفريق يختتم استعداداته للطلائع. الجمهوريه ايام معلول معدوده في الاهلي. الوفد عروض الاعاره تنهال على لاعبي فريق الشباب، الاهلي يطلب 5 مليون يورو لاطلاق سراح معلول، وهدرسفيلد تاون يهدد عوده صبحي، عرض ليبي لميدو جابر، وعبد الحفيظ يطالب ازارو بالتخلي عن العصبيه. الاخبار المسائي، اجتماع الاثنين لحسم اسم المدرب الجديد والفريق في معسكر استعدادا للطلائع. الدستور معسكر مغلق استعدادا لطلائع الجيش، ومحمود وحيد في الاهلي رسميا، يوسف يعالج ازارو نفسيا، ومؤمن يستعجل المشاركه. الاهرام، الاهلي للجهات الامنيه سنتحمل مسؤوليه جماهيرنا داخل الملعب في الدوري، النادي يطلق حملات توعيه لابعاد مثير الشغب، ويعتبرها الفرصه الاخيره. اخبار اليوم، اسطوره ريال مدريد، علاقه ريال مدريد بالاهلي ممتازه، والكره المصريه تطورت، زياره وفد الاهلي لريال مدريد سيتبعها تعاون جديد. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه، وهنبتدي مع الاهرام اللي قالت بدات اداره النادي الاهلي في توسيع دايره التفاوض مع لعيبه اخرين في محاوله اخيره لترميم صفوف الفريق بهدف العوده للمنافسه في البطولات المحليه والقاريه. وبرغم عدم قدره محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على الظهور في الاهلي منذ عودته من المانيا، لكن ده منعهوش ابدا من عقد اجتماعات كثيره في منزله لانهاء ملف المدير الفني الاجنبي اللي لسه فيه مفاوضات مكثفة لحد دلوقتي، بعد أن تلقى رئيس النادي الأهلي العديد من السير الذاتية الجديدة، وكمان في اجتماعات مع سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة لإنهاء ملف هيكلة قطاع الكرة واللي هيتم الإعلان عنه خلال ساعات، وكمان ملف التعاقدات الجديدة واللي بيشرف عليها عدلي القيعي ومعاه عبد الحفيظ. وحصل النادي الأهلي على استغناء محمود وحيد من المقصة بعد أن وقع اللاعب على 4 مواسم ونص ليكون الصفقة الثالثة بعد محمد محمود ومحمود السلمي، وبدأ هدف إدارة النادي الأهلي في إنجاز الصفقة رقم 4، وتم فتح ملف التفاوض مع رمضان صبحي بقوة واللي بقى على أعتاب النادي. وفي حالة الرضا دلوقتي طبعا جوه إدارة النادي الأهلي بسبب التزام صالح جمعة في البرنامج التأهيلي بقوة، على أمل أنه يتم قيده في شهر يناير عشان يكون صفقة رابحة بكل المقاييس، بجانب قيد نيجيري جونيور أجايه واللي طبعا شارك في التدريبات امبارح لأول مرة من 130 يوم بعد إصابة الإصابة اللي تعرض ليها قصاد تاونشيب في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا في يوليو اللي فات. كمان الشروق قالت ان بيعقد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب اجتماع مهم النهارده الاثنين لحسم او يوم الاثنين القادم مش النهارده، لحسم العديد من الامور المهمه ابرزها اختيار المدير الفني الجديد واللي هيقود الفريق في الفتره المقبله خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. والمفروض ان هيستقر المجلس على الاسم اللي هيقود الفريق خلال اجتماع المجلس من خلال التصويت واختيار المدير الفني من الاسامي المرشحه اللي طبعا بيتكتم عليها جدا كابتن محمود الخطيب والمكلف بانهاء الملف. اكد كمان مصدر مسؤول في النادي الاهلي ان محمود الخطيب وعد اعضاء المجلس بحسم الملف خلال الساعات اللي جايه وقبل نهايه الاسبوع الحالي، بعد تاكيد البعض منهم على وجود غضب جماهيري بسبب تاخير اعلان المدير الفني الجديد. كمان الوفد قالت ان حددت اداره النادي الاهلي مبلغ 5 مليون يورو للاستغناء عن التونسي علي معلول في انتقالات يناير، وقالت جريده الوفد ان لعيبه فريق شباب النادي الاهلي في انديه كتير جدا بتطلب استعارتهم، وطبعا من اللعيبه اللي بيتكلموا عليها دي محمود الجزار واحمد ياسر ريان ومحمد فخري وعربي بدر، وكمان قالوا ان كابتن عادل عبد الرحمن بيدرس الموضوع ده وهيقدم تقرير لمجلس اداره النادي الاهلي عشان يحددوا اذا كان ممكن اعاره اللعيبه الشباب
الشباب في المرحله دي ولا لا. وكمان الكابتن سيد عبد الحفيظ عمل جلسه مع وليد ازارو وطالبه بالبعد عن العصبيه اللي بتاثر عليه وعلى مستواه في الملعب، وده اللي كان واضح في الفتره الاخيره خلال مباريات الدوري. ومعانا دلوقتي عبر الهاتف كابتن عادل عبد الرحمن. يا مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا شيماء، ازيك عامله ايه؟ طبعا الف مبروك على النتيجه الاخيره 2-0 والفوز النهارده. الله يبارك فيكي، والحمد لله يعني النتيجه كويسه مع ظروف صعبه كانت في الفريق يعني، وعدم الاستعانه باي لعيب من الفريق الاول مع اصابات كتير، لكن اللعيبه النهارده ادت اداء كويس ومميز. طيب كابتن عادل، عايز اسال حضرتك، النهارده الوفد كاتبه ان في عروض بتنهال على لعيبه فريق الشباب في النادي الاهلي، وان حضرتك فعلا ابتديت تعمل تقارير وتطلعها لمجلس اداره النادي الاهلي عشان تاخدوا قرار اذا كان ممكن يتم السماح للعيبه دي ان هو يطلعوا اعاره ولا لا. بص يا شيماء، عايز اقول لك الكلام كتير في الوقت الحالي، والناس عماله تتكلم كلام كتير قوي في لعيبه وفي الظروف، واحنا اهم حاجه احنا عندنا بنشوف اللعيبه اللي تصلح للفريق الاول، اهم حاجه عندنا نادينا وفرقتنا. حته الاعارات والحاجات دي جايه من الاداء المميز اللي عملها فرقه لعيبه عندنا يعني. صحيح. ولكن العروض دي بيديك انطباع ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، ولكن ما حصلش الكلام ده، ولا كان في تقرير ولا اي حاجه. لسه بدري، احنا بندرس دلوقتي كيفيه ان احنا نطلع لعيبه للفريق الاول، كيفيه ان احنا الفريق الاول عندنا يستفاد الاول من كل القدرات اللي عندنا قدرات كويسه، والفريق الاول محتاج كل لعيب جوه النادي، من مش فرقه الشباب بس، القطاع كله اكيد، والقطاع كله تحت امر الفريق الاول اولا، وبعدين ندرس بعدين لما يبقى في ارتياحيه ندرس مين اللي ممكن يطلع ومين اللي ممكن يقعد ومين اللي يشتغل في فرقه الشباب بالذات، بعد ما نتكلم مع الفريق الاول. لكن المسؤولين عن الفريق الاول في الوقت الحالي مسؤولين جدا في الماتشات، هذيك شايفه الضغط المباريات على الفريق الاول، كل ثلاث ايام هنلعب مباراه، فدي فيها صعوبه ان احنا نتكلم في حاجه غير المباريات، وغير ان احنا في الوقت الحالي كيفيه ازاي ان احنا نستفاد من كل لاعب عندنا في فرقه الشباب. اكيد كابتن عادل، يعني حاجه كويسه ان الناس كلها بدات تتكلم على فرقه الشباب ان هم ياخدوا منها لاعبين ويطلعوا اعارات، احنا نشوف مصلحه النادي في الاول وبعدين مصلحه بعد، ولكن الى الان ما فيش طرح لاي موضوع من الموضوع ده خالص. يعني كابتن عادل، الخبر ده لا اساس ليه من الصحه، مجرد اجتهادات بس من كتر ما احنا شايفين طبعا الاداء المميز والنتائج المميزه لفريق الشباب في النادي الاهلي. ودي حاجه كويسه، ودي حاجه ايجابيه يجب ان احنا نبقى سعداء فيها كنادي وكفرقه الشباب، ان هم بقوا رقم كبير، واكيد كل الانديه اللي عايزاهم، اكيد دوري ممتاز اكيد، فيبقى دي حاجه كويسه. ولكن في الاخر اقدر اقول لك ان الاهم شيء في الوقت الحالي ان احنا ازاي نشوف لاعبتنا لفرقتنا الاول، وبعدين مع المسؤولين كلنا بنقعد ونتكلم، لكن لسه مفيش حاجه من الامور دي تمت. امتى نشوف فريق الشباب عندنا بيطلع لنا بقى حسام غالي تاني وعاشور وربيعه؟ امتى؟ لا، في موجودين وان شاء الله هيطلعوا، بس هي عاوز اقول لك حاجه، اهميه يعني اهميه طلوع اللاعبين، احنا عندنا لاعبين في اعاره، عندنا 7 لاعبين في اعاره من الفرقه عندي، عندنا 7 لاعبين ثانيين كمان في الفريق الاول، والباقي من اللعيبه عندي 12 او 11 لعيب باقي في الفريق اللي عندي، بس انا بستعين يعني انا سعدت بالموضوع، مش ان فرقه الشباب بس، انا باخد من جميع لعيبه النادي، يعني باخد لعيبه 2001 وباخد لعيبه 2002 وباخد لعيبه 2000 وباخد لعيبه 99، فهي الجميل في الامر ان احنا بنوسع قاعده اللاعبين الكويسين، ولكن حته طلوع حسام غالي جديد وحسام عاشور جديد محتاجه مننا شويه صبر، ومحتاجه مننا ان احنا نقدم اللعيبه بصوره جيده، انت ممكن تبقى لعيب كويس لكن ممكن ما نتقدمش بصوره كويسه، فممكن نفقد فيه الثقه، لكن اختيار الوقت مهم جدا ان احنا ندفع باللعيبه، اختيار اللاعبين اللي هم يصلحوا للنادي الاهلي، لان مش كل لعيب ممكن يكون لعيب كويس في الكوره ممكن يصلح للنادي الاهلي. خلي بالك النادي الاهلي فرقه محتاج اللاعب يبقى مهاريا وبدنيا وسلوكيا
تعصب يعني، لان احنا نادي كبير محتاجين اللعيبه اللي يكون عندها سمات وصفات شخصيه قويه. فاحنا ان شاء الله بنعد فيهم وبنشوف مين اللي هيصلح ومين اللي ان شاء الله يطلع. وبطمنكم ان عندنا ناس كتير قوي وكان موجودين في الفريق الشباب، وكمان في لعيبه كويسه مع الفريق الاول من فرقه الشباب المفروض من الاعمار من العمر السن ده. فاحنا وفي لعيبه بره عرف احنا عندنا لعيبه كويسه قوي، ولكن هي بس عايزه هدوء مننا وصبر وان شاء الله كله هيبقى كويس. اكيد شفنا لحضرتك تصريحات كتير قوي في الفتره اللي فاتت عن مشاركه مؤمن زكريا مع فريق الشباب في اكتر من لقاء، واتكلمت عن اداء مؤمن زكريا وان هو راجع تاني وهتشوف مؤمن زكريا بتاع زمان، وطبعا ده كان قبل تجديد تعاقده مع النادي الاهلي. فعلا يا شيماء عايز اقول لك حاجه، احنا فرقتنا مش ان احنا نطلع بس لاعبين في الفريق الاول، احنا الفرقه كمان شغاله في تجهيز اللعيبه اللي في الفريق الاول كمان اللي هم محتاجين يجهزوا. فمؤمن زكريا من اللعيبه الكبار اللي حابب يجهزوه، فطلبوا انه ينزل يجهز معانا، نزل وادى اداء مميز. وكمان في عمار بينزل يلعب ادى اداء، في احمد ياسر ريان عمل اداء متميز جدا وجاهز جدا تماما، وبالعكس بقى من هدافين البطوله واحرز اهداف كتير قوي. النهارده هو ما لعبش معايا ولا هو ولا عمار لظروف الفريق الاول، واحنا اهم حاجه عندنا الفريق الاول قبل اي فرقه، لاني انا ما ببصش على النتيجه رغم ان الحمد لله مش كويس وفريق كويس واحنا الاول في الدوري، ولكن الاهم من كده ان احنا نبعد الفريق الاول. الفريق الاول عايز ايه؟ احنا نشتغل على الفريق الاول. فالتجهيز لعيبه الفريق الاول دي من اهم مهامنا، مهام الفرقه الشباب. صحيح. او الفرقه اللي موجوده تحت الفريق الاول من اهم المهام بتاعتها، ان يصعدوا لعيبه كويسه للفريق الاول وانه يجهزوا لعيبه، وبالاخص ان الاتحاد عامل لائحه انه من حق اي فرقه ينزل ثلاثه لعيبه من اللعيبه الكبار ينزلوا يلعبوا عشان يجهزوا، ودي حاجه كويسه. صحيح. شكرا ليك كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب في النادي الاهلي، بشكرك جدا على وجودك معنا. نرجع نكمل معاكم اخبار نادي الاهلي من على الصحافه، وبنوصل للاهرام اللي قالت ان ارسلت اداره النادي الاهلي خطاب رسمي لمسؤولين وزاره الداخليه بيخطروهم فيه بتحمل تامين جماهير النادي الاهلي داخل الملعب خلال مباريات الدوري بهدف تفادي الازمات اللي حصلت خلال المباريات اللي فاتت، وكان اخرها طبعا مواجهه الجونه. اكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي انه فعلا بعت خطاب رسمي للجهات الامنيه بيتحمل فيها مسؤوليه الجماهير جوه الملعب في اي مباراه بيكون فيها النادي الاهلي هو صاحب الارض، وده اللي وافقوا عليه فعلا خلاص. ولكن جه الدور دلوقتي بقى على الجمهور، فهل هيخذل الجمهور اداره النادي الاهلي اللي حاربت عشان يرجع مره ثانيه للمدرجات بدون فقويه وبدون اي تمييز ما بين الاعضاء وما بين الدعوات والجماهير؟ قال كمان ان على الجمهور العظيم اللي بنثق فيه كثيرا ان يقوم بدوره الان في طرد من يريد الشغب من بينهم للحفاظ على المكتسبات اللي حققها المجلس بعد اجتماعات مكثفه لفترات طويله. قال كمان العميد مرجان هناك بعض التحركات الموجهه ليصبح هناك شرخ بين الجمهور والاداره، وهو ما لم ولن يحدث، والجهات الامنيه بيهمها اكيد سلامه الجماهير ودخولها وخروجها بشكل امن، والا يكون هناك اي شيء خارج النطاق المعروف، وزاره الداخليه بتساعدنا للوصول لصيغه مناسبه. قال كمان ان اداره النادي الاهلي عارفه كويس جدا وبتقدر الجماهير، ولا نريد ان نتحمل مسؤولية من يخرج عن النص، وإدارة النادي بتراهن على وعي الجماهير وهنبدأ في حملة توعية، ولكن يجب على الاتحادات الالتزام بشروط المسابقة عشان تكون في عدالة ما بين الأندية. قال كمان أن النادي الأهلي لن يتهاون في حق جماهيره، وليس لدينا ما نخاف منه، كل نادي بيختار كيف ينظم جماهيره.
كمان اخبار اليوم عملت حوار مع ايميليو فيتورينيو الفتى الذهبي للكره الاسبانيه ونادي ريال مدريد الاسباني واللي كتب لنفسه تاريخ كبير مع النادي الملكي والماتادور في منتصف الثمانينات ولحد نهايه التسعينات وبقى احد اهم الكوادر الاداريه لريال مدريد واللي طبعا بيتولى في الوقت الحالي منصب مدير العلاقات المؤسسيه وده بيعتبر الضلع الثالث في اداره نادي القرن الاوروبي مع رئيسه فيورنتينو بريز وكمان النائب انخيل سانشيز. كان اهم بقى اللي اتكلم فيه في حواره لما اتسال عن سر زياره وفد نادي الاهلي لنادي ريال مدريد الاسباني قال ان ريال مدريد ونادي الاهلي في بينهم تعاون وعلاقه قديمه جدا من ساعه ما تم اقامه مباراه ما بين الناديين في 2001 وكان النادي الاهلي نادي القرن الافريقي وريال مدريد كان نادي القرن الاوروبي وكنت انا وقتها المسؤول عن المباراه دي استقبلنا وفد من النادي الاهلي في منتصف شهر نوفمبر اللي فات في مدريد وكان هدفهم ان هم يقابلوا بعض المسؤولين اللي بيعملوا في ريال مدريد وخصوصا اداره التسويق والتخطيط لان هم عندهم بعض الاستفسارات بشان خطتنا واستراتيجيه العمل في ادارات نادي ريال مدريد المختلفه وكمان كان عندهم اسئله ولقوا اجاباتها عندنا وعشان كده بأكد ان علاقتنا بالنادي الاهلي رائعه وكمان اكد ان الزياره دي هتكون بادره تعاون كبير ما بين الناديين العملاقين وهي طبعا علاقه فيها تعاون كثير ما بين اكبر ناديين في قارتي افريقيا واوروبا ريال الاول على العالم من حيث تحقيق البطولات والاهلي في المركز الثاني بعد ريال مدريد فمن الطبيعي ان يكون في تعاون ما بين الناديين وكمان لما تسال عن امكانيه تكرار زياره ريال مدريد لمصر فهو رد وقال واجهنا نادي الاهلي في 2001 في مباراه وديه شهدت حضور جماهيري غير مسبوق وعندنا علاقات كويسه جدا مع مسؤولين النادي الاهلي ولكن بسبب الاجنده المزدحمه لريال مدريد فما فيش دلوقتي اي خطط لخوض مباراه في مصر لكن بنسعد بالتواجد على ارض مصر لان تجربتنا هناك كانت حلوه جدا وكانت رائعه وعندنا ذكريات كويسه جدا مع النادي الاهلي ومع مسؤوليه ولسه احنا دايما على تواصل مستمر معاهم لحد دلوقتي واتمنى التوفيق للنادي الاهلي. مشاهدينا هنطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا شفنا معاكم اهم كلام الجرايد عن النادي الاهلي دلوقتي تعالوا نشوف معاكم اهم الكلام والاخبار اللي اتقالوا عن النادي الاهلي في مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي بدء فتح الحجز الالكتروني لمباراه الاهلي وطلائع الجيش. الموقع الرسمي للنادي الاهلي يوسف نحترم الطلائع ونسعى للثلاث نقاط في جميع المباريات. الشروق الاهلي يستعد للطلائع بمحاضره فيديو. يلا كوره يوسف لم نتطرق للراحلين عن الاهلي في يناير ونسعى لهدف محدد. المصري اليوم طبيب الاهلي يعلن فتره غياب صلاح محسن عن الفريق. بوابه فيتو الاشاعه تحسم موعد عوده الشناوي ومعلول لتدريبات الاهلي الجماعيه. بوابة الوفد الأهلي مهدد بفقدان كوليبالي أمام الطلائع. بوابة الأهرام الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش. البوابة ديربي السلة مدرب الأهلي قادرون على هزيمة الزمالك. تعالوا نشوف معاكم دلوقتي تفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت على النادي الاهلي في مواقع الانترنت وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال انه تم اليوم فتح الحجز الالكتروني لمباراه الاهلي وطلائع الجيش والمقرر ليها الساعه 7 مساء بكره ان شاء الله في ملعب السلام والمؤجله من الاسبوع ال 14 لمسابقه الدوري على ان يتم طرح تذاكر المباراه امام اعضاء الجمعيه العموميه وفقا للاتفاق اللي جرى ما بين وفد نادي الاهلي والجهات الامنيه. ناشد العميد محمد مرجان جماهير النادي الاهلي التحلي بالروح الرياضيه وعدم الخروج عن النص كعادتها دايما والالتزام بالتعليمات خصوصا ان النادي الاهلي تحمل مسؤوليه دخول الجماهير خلال الاجتماع اللي جرى مع الجهات الامنيه.
لسه مكملين مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي ومحمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اكد احترامه لفريق طلائع الجيش قبل المباراه اللي هتجمع ما بينهم ان شاء الله بكره يوم الاحد، والمباراه دي مؤجله من الاسبوع ال14 من الدوري العام. قال محمد يوسف ان النادي الاهلي بيحترم جميع المنافسين وان المباريات المؤجله في بطوله الدوري العام على قدر واحد من الاهميه عشان تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقط لاستكمال مشوار النادي الاهلي نحو الوصول لمكانة الفريق الطبيعية في ترتيب الجدول. شدد كمان المدير الفني للنادي الأهلي أن طلائع الجيش ظهر بشكل جيد في الموسم الحالي، ولكن النادي الأهلي لديه دوافع قوية لاجتياز مواجهة جديدة من مواجهات الدوري، وهو ما تم التأكيد عليه في المحاضرات والجلسات مع اللاعبين. كمان الشروق اتكلمت عن كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، قالت انه هيعقد محاضره فنيه بالفيديو مع اللعيبه جوه معسكر الفريق مساء اليوم استعدادا لمواجهه طلائع الجيش بكره في الدوري. تشهد المحاضره استعراض لقطات مجمعه للفريق المنافس عشان يرصدوا نقاط القوه والضعف في صفوفه وبرده مراجعه خطه المباراه مع اللاعبين. كمان يلا كورة قالت ان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي اكد انه لم يتم الحديث مع اي لاعب بشان موقفه من الاستمرار او الرحيل عن النادي الاهلي خلال انتقالات شهر يناير القادم، وقالت كمان ان الوقت الحالي الفريق بيسعى لتحقيق هدف محدد، وقال كمان الحديث عن رحيل اي لاعب في يناير اللي جاي غير مطروح في الوقت الحالي ولم يتم التطرق ليه، واتمنى الا ينساق اي لاعب ورا ما يثار من اقاويل عن بقائه او رحيله، وان يكون في ذهنه وتفكيره مع مصلحه النادي الاهلي وفي تخطي طبعا المرحله الحاليه. واستمر وقال كل لاعب بالفريق ضمن حسابات الجهاز الفني، اللعيبه عندهم خبرات كافيه للتعامل مع الاجتهادات اللي بتثار في الوقت الراهن، وان هم بيعيشوا مرحله من التركيز بعيدا عن اي امور ثانيه خارج الملعب، كل لاعب هيحصل على فرصته ولازم يستغلها بالشكل الامثل. وقال كمان اعمل على الجانب النفسي بالتوازي مع الجانب الفني في التعامل مع اللاعبين خلال الفتره الحاليه، وكمان في عمل لتجديد دوافع وحماس اللاعبين، سعيد بالروح اللي ظهرت في اللقاءات الاخيره خصوصا في مواجهه الجونه واللي عكست معدن وشخصيه لعيبه النادي الاهلي. كمان اعلن خالد محمود طبيب نادي الاهلي ان صلاح محسن لاعب الفريق هيحتاج لفتره تتراوح ما بين الثلاث لاربع اسابيع عشان يتم شفاه ويرجع للمشاركه في المباريات وفقا لرؤيه الجهاز الفني، وبيعاني اللاعب من الاصابه بمزق من الدرجه الثانيه في العضله الضمه واللي تعرض ليها في مباراه المقاولين العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 من مباريات الدوري العام. قال كمان دكتور النادي الأهلي إن اللاعب بدأ امبارح في أول تدريباته التأهيلية في الجيم ضمن برنامج اللي بيخضع ليه للتعافي من الإصابة. كمان فيتو قالت ان محمد الشناوي والتونسي علي معلول هيعملوا اشعه جديده النهارده السبت عشان يحسموا موعد عودتهم للانضمام للتدريبات الجماعيه للفريق. بيعاني الشناوي ومعلول من الاصابه بمزق في العضله الضمه وبيخوض الثنائي تدريبات تاهيليه يوميه على هامش تمرين الفريق. كمان الوفد قالت انه بيخضع المالي سليف كوليبالي مدافع الفريق الاول لكره القدم في الاهلي لفحص طبي قبل انطلاق تمرين الفريق النهارده يوم السبت لحسم موقفه ومدى جاهزيته من عدمها للتواجد ضمن الحسابات الفنيه لمباراه طلائع الجيش. بيعاني كوليبالي من الاصابه في انكل القدم وخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبيه امبارح بجانب استخدام الترج لازاله الام الاصابه على ان يتم تحديد موقفه بعد الفحص الطبي، ويختتم النادي الاهلي النهارده ان شاء الله استعداداته على ملعب التتش في الجزيره لمواجهه طلائع الجيش بكره يوم الاحد ضمن منافسات الدوري الممتاز. كمان بوابة الأهرام قالت بيختتم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عصر اليوم السبت استعداداته على ملعب مختار التتش في الجزيرة لمواجهة طلائع الجيش المقرر ليها إن شاء الله بكرة يوم الأحد ضمن منافسات الدوري العام. بيدخل الفريق في معسكر مغلق بعد انتهاء تمرين النهاردة، وبيعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش بعد انتهاء تمرين النهاردة، وبيسعى الفريق لمواصلة انتصاراته إن شاء الله قصاد طلائع الجيش بعد الفوز في آخر مباراتين أمام باتروجيت والجونة على الترتيب.
وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من النادي الأهلي بعد ما انتهى تدريب النهاردة. مساء الخير عليك يا شريف، عايز اطمن منك على استعدادات النادي الأهلي الأخيرة قبل اللقاء بكرة إن شاء الله، وعن حالة المصابين، وهل أعلن كابتن محمد يوسف القايمة ولا لا؟ بخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يمكن بدأ تمرين النادي الأهلي في الرابعة عصرا، كان في بداية التمرين اجتماع حوالي 4 دقائق اتكلم فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الكرة في وجود الكابتن محمد يشرف المدير الفني وباقي الجهاز الفني مع اللاعبين على تركيز في مباراة الغد، الابتعاد كل البعد عن التصريحات الإعلامية في استخدام لاعب أو رحيل لاعب من النادي الأهلي. النادي الأهلي متمسك بكل اللاعبين، ركزوا فقط في مباراة الغد، ركزوا في ال3 نقاط، ركزوا في الظهور بشكل يليق بأساميكم باسم النادي الأهلي. يمكن بعد الاجتماع اللي استمر حوالي 4 دقائق كان في تسخين ولف حول الملعب واطالات مع الكابتن حسين عبد الدايم وتدريبات بالكره خفيفه جدا، الكل شارك يمكن ما شاركش اللاعب كوليبالي واللاعب ازارو، منتظرين خروج الدكتور طبيب الفريق لسؤاله عن اللاعبين وموقفهم. لكن من الوهله الاولى كده كوليبالي وازارو خارج قائمه ال20 اللي ستعلن بعد قليل، لسه كابتن محمد يوسف ما اعلنش القائمه لان التمرين لسه منتهي حالا. الكابتن طارق سليمان على الجانب الاخر مع الحارسين شريف اكرامي وعلي لطفي وتمرينات بالكرة. شريف إكرامي بيعلن جاهزيته التامة لحراسة عابين الأهلي في مباراة الجيش غدا. يمكن بعد التمرين انفرد كابتن طارق سليمان في جلسة مع شريف إكرامي حوالي 5 دقائق واتكلم فيه عن مباراة الغد. الكابتن طارق معودنا الفترة الأخيرة قبل كل مباراة ينفرد بالحارس ويقعد يتكلم معاه عن ظروف المباراة. يمكن منذ قليل كان في جلسة بين الكابتن محمد يوسف والكابتن ميدو جابر، يبدو من الجلسه ان ميدو جابر مش هيكون متواجد في قائمه ال20، ده توقع شخصي لسه القائمه ما اتعلنتش. على الجانب الاخر التأهيل مستمر المعلول والفتحي والشناوي وعاشور ونجيب وصلاح محسن وصالح جمعه، يمكن هو الوحيد اللي لسه متواجد في الملعب بينفذ البرنامج التأهيلي. يمكن حاله تركيز شديده على جميع اللاعبين في انتظار باذن الله اعلان القائمه بعد قليل، باذن الله يكون الفوز من حليف النادي الاهلي غدا باذن الله. شريف كنت عايز اسالك على اصابه ازارو، منتظر خروج الدكتور خالد محمود عشان اساله على ازارو وعلى كوليبالي. انا عارف ان كوليبالي عنده كدمه في رجليه وازارو ما شاركش، فانا منتظر خروج الدكتور خالد محمود عشان اساله عن موقف ازارو وغيابه وموقف كوليبالي وغيابه عن الفتره القادمه. طيب هنرجع نكلمك مره ثانيه عشان نعرف منك القايمه وبرده نطمن عن اللعيبه المصابه. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار التتش، حيث التدريب الأخير قبل اللقاء بكرة إن شاء الله وصوت طلائع الجيش الساعة 7 مساء على ملعب السلام. إن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق والفوز يكون حلفنا بإذن الله بكرة. نروح بقى لأهم الأخبار أو نكمل معاكم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الانترنت ونوصل للبوابة. البوابة قالت أن طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال في النادي الأهلي أكد أن الفريق بيسعى أن هو يكرر الفوز على نادي الزمالك خلال مباراة الفريقين النهاردة السبت في إياب دور الثمانية من دوري المرتبط للمحترفين. قال كمان أن الأداء اللي قدمه اللعيبة مبارح كان مميز للغاية، وأنه أهم مكاسب المباراة الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات في البطولة. كمان أشاد بالمردود المميز من جانب الأمريكي تاد أوبراين خلال المباراة برغم كونه بيشارك في أول مباراة رسمية، وأكد أنه بيمثل إضافة حقيقية للمساعدة في الفوز بالبطولات. وشدد كمان المدير الفني على أهمية تقديم عرض قوي والسعي نحو تحقيق الفوز النهاردة في جولة الإياب لتأكيد جدارة الفريق في المنافسة على اللقب. مشاهدينا هنطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنروح معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. اليوم 7 اتحاد الكره يعين مراقبي امن بدايه من الدور الثاني للدوري. الشروق اتحاد الكره يضغط على المسابقات لانهاء الدوري قبل امم افريقيا. سوبر كوره اتحاد الكره يخاطب الانديه لتشكيل لجنه فض المنازعات.
الفجر الجبلية تضغط على جريدة تقييم الودية. الوفد اتحاد الكرة يسمح للجماهير بحضور مباريات بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية مجانا. فيتو هاني أبو ريدة يحضر نهائي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية. بوابة الأهرام فيرا يعلن برنامج الدراويش استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي. وان فري حسين الشحات يحلم بإنجاز تاريخي مع العين في كأس العالم للأندية. سكاي نيوز ميسي أم رونالدو نيمار يحسم لقب الأفضل ويوضح السبب. سبورت 360 باريس سان جيرمان يقدم عرض لا يقاوم لإقناع رابيو بالبقاء. باس ريال مدريد يدرس التضحية بنجم المستقبل من أجل إيدن هازارد. سبورت 360 لوكاكو سائم من مورينيو ويريد الرحيل عن مانشستر يونايتد. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار المحلية. نبتديها من اليوم السابع لأعلن قرر مجلس إدارة اتحاد الكورة تعيين مراقبي أمن في مباريات الدوري العام بداية من الدور الثاني، خصوصا بعد حالة موافقة الجهات الأمنية على زيادة أعداد الجماهير في المباريات عشان توصل لعشر تلاف مشجع في كل مباراة. اتفق اتحاد الكرة مع الأندية وعلى رأسهم نادي الأهلي ونادي الزمالك إن هم يتحملوا مسؤولية الجماهير الخاصة بهم في المباريات في حالة زيادتها، وده اللي رحبت به الأندية خصوصا بعد طلب الأمن لإلغاء التذاكر والاكتفاء بالدعوات الخاصة واللي بتتوزع بمعرفة مجلس إدارة النادي الأهلي أو نادي الزمالك منعا لتواجد جماهير مشاغبة تسبب في أزمة خلال المباريات. كمان الشروق قالت ان بيبذل مجلس إدارة اتحاد الكرة ضغوط كبيرة جدا على عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عشان ينهي الدوري في الموسم الحالي قبل الاول من يونيو القادم عشان المنتخب بيقدر ان هو يبدأ معسكره المغلق قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في المغرب في الفترة من 14 ل 13 يوليو في العام المقبل. بيواجه اتحاد الكرة أزمة في اختيار الأندية اللي هتشارك في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل في حال تعذر انتهاء الدوري في الموعد اللي بيرغب فيه اتحاد الكرة. كمان سوبر كورة قالت ان خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة الأندية كأولى خطوات لتشكيل لجنة فض منازعات طبقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. بتضمن او يتضمن الخطاب ده ان تشكيل اللجنة بيضم خمس ممثلين للأندية وخمس ممثلين للاعبين بجانب ثلاث محكمين. الاتحاد الدولي طلب من الاتحادات المحلية ان هي تشكل لجنة لفض المنازعات للتقليل من شكاوى الأندية واللاعبين للفيفا. كمان الفجر قالت ان تواصل هاني ابو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات اللي فاتت عشان يبحث معسكر الفريق الودي استعدادا للأمم الأفريقية. أجيري تمسك بتوقف الدوري وخوض معسكر لمدة 20 يوم على أن يتخللوا ثلاث مباريات ودية قبل نهائيات الكان الأفريقي، وبيحاول أبو ريدة أن هو يضغط على أجيري عشان يخفض من عدد الوديات لمواجهتين بس على الأقل بسبب ضغط مباريات الدوري في العام الحالي وكثرة طبعا المؤجلات، وده اللي بيرغب فيه عشان يتلاشى المواعيد اللي طبعا متضاربة في الدوري المصري الممتاز. كمان الوفد قالت ان قرر مسؤولين اتحاد الكرة السماح للجماهير بحضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية مجانا اللي النهاردة قلنا ان فاز فيها منتخبنا الوطني 6-1 على منتخب المغرب. بتقام المباريات دي في احد فنادق مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 ل 14 ديسمبر الجاري. بيشارك في البطولة 8 فرق وتم تقسيمتهم لمجموعتين، الاولى بتضم نيجيريا تنزانيا ليبيا والسنغال، والثانية بتضم مصر والمغرب ومدغشقر والكوت ديفوار. كمان سكاي نيوز قالت ان خاض نيمار في المقارنه ما بين ميسي ورونالدو بشكل محدد عشان يتم اختيار الافضل من بينهم من وجهه نظره من غير اي مجامله او محاولات للافلات. وبحسب ما نقلته صحيفه اسبانيه عن موقع فوكس
فسأل نجم برشلونة السابق عن رأيه في أفضل لاعب في العالم رونالدو ولا ميسي عشان يجيب نيمار بأن الأرجنتيني هو الأفضل، لأن ميسي هو الأفضل في العالم بسبب براعته وعدم توقع ما سيفعله على أرض الملعب. وفسر نيمار رأيه وقال أن رونالدو تحول من اللعب كجناح لمركز المهاجم وبقى هداف، وبدلا من أن يمر من لاعبي الفريق المنافس طيلة الوقت فانه بيلمس الكوره مره او مرتين وبيوصل لداخل منطقه الجزاء وبيهز الشباك. وفي المقابل فقيم نيمار نجم منتخب التانجو وقال ان ميسي يفعل كل شيء، ترى يحرز اهداف من عمق الملعب احيانا واينما يتحرك في الملعب فهو يسجل. وكمان اتكلم وقال ربما يكون ميسي هو الافضل من وجهه نظره. كمان سبورت 360 قالت ان قدم باريس سان جيرمان عرض مغري من اجل اقناع اللاعب أدريان رابيو بالبقاء والتوقيع على عقد جديد خلال الفتره الحاليه، حسب ما ذكرت تقارير صحيفه فرنسيه. بعد ظهر اليوم السبت كشفت صحيفه لوكيب الفرنسيه ان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تولى بنفسه المفاوضات والتقى بوكيل اعمال اللاعب أدريان رابيو، لكن لسه طبعا في لحد دلوقتي مفاوضات ما بينهم. وبتؤكد المصادر ان لم يتوصل لحد دلوقتي لاي اتفاق على تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 23 سنه، وفي حين تؤكد الصحافه الفرنسيه ان بقاء أدريان رابيو وموافقته على تمديد عقده غير مستبعد بالمره. كمان أسلة إسبانية قالت وفقا لتقارير صحفية إنجليزية ريال مدريد بالفعل توصل لاتفاق مع اللاعب البلجيكي هازارد للانتقال لصفوفه، وأن النادي الأسباني بيتفاوض حاليا مع إدارة النادي الإنجليزي لمعرفة طلباتهم المالية للاستغناء عن هازارد. كشفت تقارير أن إدارة تشيلسي طلبت الحصول على مبلغ بيوصل ل 170 مليون يورو عشان يسمحوا لهازارد بالانتقال لريال مدريد، وده المبلغ اللي بتحاول دلوقتي إدارة ريال مدريد أنها تخفضه عشان يقدروا يحسموا الصفقة في أقرب وقت. وبتسعى إدارة تشيلسي لعرقلة الصفقة لكنها لا ترغب في إظهار هذا الأمر في التفاوض، خصوصا أن هي تعلم أن اللاعب البلجيكي بيحلم بالانتقال لريال مدريد. عشان كده بتعمل إدارة البلوز على رفع المقابل المادي عشان يصبح الأمر صعب على الفريق الآخر أو على ريال مدريد. وبرغم صعوبة المفاوضات حول هازارد فإن إدارة الفريق الملكي قد تلجأ لحل من أجل تخفيض المقابل المالي، والحل ده قد يكون مقبول لدى إدارة تشيلسي. كمان سبورت 360 قالت ان ادعت صحيفة ذا سان البريطانية البلجيكي رومالو لوكاكو انضم لقائمة اللاعبين الراغبين في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد خروجه من حسابات المدرب جوزيه مورينيو. وقالت كمان الصحيفة في تقريرها ان لوكاكو مستاء من معاملة مورينيو وبدأ يفكر جديا بالرحيل عن الفريق، كما هو الحال مع فال فاجبا والكسيس سانشيز واللي بيلعبوا او مش بيلعبوا بشكل منتظم هم كمان. وكمان قالت التقارير ان ازمه اللعيبه في مانشستر يونايتد بدات بعد تاكيد خارقي من ليس وكيل اعمال مورينيو ان موكله سوف يستمر مع الفريق لحد نهايه عقده، وده اللي خلى نجوم الفريق يفكروا بخيارات اخرى خارج النادي عشان يكونوا او يكون عندهم فرصه للعب، او هم في الاساس كمان زي ما بيتقال عندهم رغبه في اقاله المدرب البرتغالي والتعاقد كمان مع موريسيو بوتشينيو مدرب توتنهام الانجليزي. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لميعادنا في جولة سريعة في مواقع السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي. نبتديها مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي اللي نشر صورة على تويتر لحصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في استفتاء وشوشة لسنة 2018، وكتب الحمد لله على تصويت الجمهور العظيم وشكرا مجموعة وشوشة والنهار.
كمان محمد هاني لاعب النادي الاهلي نشر صوره على الانستغرام، وده كان اثناء اداؤه لبعض التدريبات التاهيليه، وكتب: عندما تصبح الحياه اصعب اتحدى نفسك عشان تكون اقوى. كمان نشر مؤمن زكريا على الانستغرام صوره ليه وهو بيؤدي بعض التدريبات في الجيم مع محمد هاني استعدادا للعوده للمشاركه مع الفريق بعد ما جدد عقده رسميا. برضه نشر اسلام محارب لاعب النادي الاهلي صوره على الانستغرام لاحمد مجدي لاعب الجونه واللي تعرض للاصابه في الرباط الصليبي مؤخرا، وكتب محارب: الف سلامه عليك يا حبيبي، شفاك الله وعافاك. كمان عالميا بقى نشر محمد صلاح صور على تويتر اثناء زيارته لاحد المؤسسات الخيريه واللي بترعى ذوي الاحتياجات الخاصه في مدينه ليفربول، وكتب: واحده من لحظاتي المفضله حتى الان في هذا الموسم، ممتن جدا لهذه الجائزه وتطلع لزيارتهم مره اخرى قريبا. كمان نشر الفرنسي بول بوجبا لاعب مان يونايتد صور على تويتر لزيارته لمؤسسه النادي الخيريه، وكتب: يجب الا ننسى ابدا كم نحن محظوظون، ونستمر في الابتسامه والاستمتاع بالحياه، قد يكون بعض الناس في حاله اسوا مما انت عليه وما زالوا يواصلون القتال. كمان نشر دارميان لاعب المان يونايتد على تويتر صور من الزياره، وكتب: يوم رائع في مؤسسه مان يونايتد، تشرفنا بكل هؤلاء المعجبين المحبوبين. كمان مسعود وزال نشر صور لي على تويتر مع مدرب اللياقة في نادي أرسنال الإنجليزي، وكتب: لازلت أعمل بجد للعودة في أقرب وقت ممكن بعد الإصابة، شكر خاص لمدرب اللياقة البدنية على دعمه لي كل يوم. نشر برضو صفحة أس أرابيا على تويتر صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ما فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على انتر ميلان امبارح 1-0، وكتب: يوفنتوس يواصل كتابة التاريخ، 15 مباراة 43 نقطة، يوفنتوس يحقق أفضل بداية في تاريخ دوريات الخمسة الكبرى. كمان رونالدو نشر صور على تويتر لاحتفاله مع زمايله بالفوز، وكتب: انتصار عظيم. نشر برضو ماريو ماندركيتش لاعب اليوفنتوس واللي أحرز هدف الفوز صورة على تويتر لاحتفاله بالهدف، وكتب: لا تستسلم أبدا، انتظر حتى تأتيك اللحظة المناسبة. نشر كمان لاعب اليوفي تشيليني صورة من الانستغرام على من المباراة، وكتب: انتصار عظيم، ليلة رائعة، لنستمر هكذا. كمان أمري العائد من الإصابة نشر صورة دي من المباراة وعلق وقال: خطوة بخطوة، إحساس رائع أن أعود للملاعب وسط هذا الحشد الهائل، شكرا يوفنتوس، شكرا لكم جميعا على دعمكم الرائع. فاسبانيا بقى نشرت صحيفة الليجا أو الصفحة الخاصة بالليجا على تويتر فيديو لنجم برشلونة ليونيل ميسي قبل مباراة ديربي كتالونيا أمام إسبانيال النهاردة. كمان نشر إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة صورة لي من تدريب الفريق استعدادا للمباراة، وكتب: جاهزين لديربي الجديد. كمان كورتوا حارس مرمى ريال مدريد نشر صورة على الانستغرام من أحد تدريبات الفريق، وكتب: مبتسمون دائما. وأخيرا نشرت صفحة 433 على الانستغرام فيديو تحت عنوان: قانوني أم غير قانوني؟ تعالوا نشوف الفيديو. فاصل ونرجع بعدين نستقبل ضيفنا أستاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الأهرام. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الفل على حضرتك. اهلا، مساء الخير شيماء، وتحياتي ليك وتحياتي كل الساده مشاهدينا، ومبروك عليك جائزه افضل اعلاميه في مصر. ربنا يخليك، ميرسي جدا لحضرتك. طيب عايز اسالك بقى في البدايه كده عن شايف ازاي تفكير كابتن محمود الخطيب في المرحله القادمه لاعاده هيكله قطاع الكوره في النادي الاهلي بعد طبعا الاكواوات والازمات اللي عدى بيه النادي الاهلي في الفتره الاخيره، الخروج من البطوله العربيه، عدم الحصول على اللقب التاسع على دوري ابطال افريقيا، كمان الاخفاقات في بعض مباريات الدوري المصري الممتاز، شايف ازاي الخطوات اللي اخذها كابتن محمود الخطيب لحد دلوقتي؟ طبعا الخطوات اللي اخذها كابتن محمود الخطيب خطوات متسارعه. الكابتن محمود الخطيب اكتشف بعد سنه من مروره من توليه رئاسه النادي الاهلي ان حصل صدام بين
اللجان الحديثة واللجان القديمة لقي إن في تخبط في العمل. هو كان عنده جاي بتصور جديد بفكر جديد إنه يعمل لجان جديدة في النادي الأهلي بفكر جديد بشكل جديد مع الاحتفاظ باللجان القديمة اللي هي ثوابت النادي الأهلي. فحصل نوع من التضارب، فالتضارب ناتج يعني اكتشف مع الأزمة، أزمة الإخفاق الأفريقي تحديدا، اكتشف إن في شوية في الدولاب الإداري مش مظبوط، إن في صدمات حصلت وشفناها لجنة فنية مع لجنة كورة، محدش عارف مين المسؤول عن اختيار اللاعبين، ازاي يكون في مدير كورة المفروض اللي هو يكون مسؤول عن تجديد التعاقد مع لاعبيه، وبعد كده فجأة بنلاقي اللجنة الفنية تجيب لعيبة ولجنة الكورة تجيب لعيبة. فده ده 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 الصدام اللي حصل، وده صدام غير مقصود على الإطلاق. يعني ده صدام إن أنا عملت لجان جديدة ومحتفظ باللجان القديمة، فجأة لقيت اللجان القديمة واللجان الجديدة ده بيشتغل وده بيشتغل، ففجأة حصل تضارب في وجهات النظر، حصل تضارب في الآراء، حصل تضارب في الاقتصاد كمان، حصل تضارب في الاقتصاد. فشفنا اللي حصل ده. فكان لازم اختيار الصفقات، شايف حضرتك ده من اختصاص مدير الفني؟ لجنة الكرة. طبعا لجنة الكرة. طب في حالة إن احنا مثلا لسه ما استقرناش على مدير فني دلوقتي، لا، يبقى لجنة الكرة هي المطلوبة، لأن بناء على تقرير المدير الفني اللي سابه. يعني طب أكيد أي مدير فني بيمشي، حتى لو ماشي بطريقة إقالة مش استقالة، حتى لو هو ماشي المفروض المفترض إن هو يقدم تقرير فني شامل. لو هو ما قدموش فيه المدرب العام صحيح بيكون موجود ويبقى عارف كويس جدا. المدرب العام ده المفروض أقرب شخص للمدير الفني، بيكون على تواصل معاه دايما قبل المباريات وبعد المباريات وأثناء التدريب، فبالتالي بيكون المدير الفني أكيد بيكون فضفض معاه في احتياجات الفريق، بيكون عارف العناصر اللي يحتاجها الفريق، فبيكون ده دور المدرب العام. وكمان لما يكون المدرب العام كمان كان بيشغل منصب مدير كرة، فدي يبقى الموضوع اسهل، تبقى الصوره اوضح كمان عنده. أكيد. فدي ما كانش فيها مشكله عند النادي الاهلي، حتى لو كان مستر كارترون ما كانش قدم تقرير فني، فالامور واضحه جدا. وكمان ازمه النادي الاهلي الفنيه كانت واضحه قوي للجميع، يعني ما كانتش محتاجه ان يكون في مدير فني يقدم تقرير. يعني كان ممكن لاي مشاهد عادي، يمكن مشجع في النادي الاهلي، مشجع في الشارع البسيط جدا، ممكن يعرف الخلل الفني في النادي الاهلي ايه، يعرف ان الدروب اللي حصل للنادي الاهلي ايه. لكن انا بقول لحضرتك، هي انا ما زلت مصر ان الفوز الاهلي ببطوله الدوري العام الموسم الماضي بالطريقه الساحقه، يعني زي ما بيقولوا ان الاهلي ياخد الدوري قبليها بثمان اسابيع بارقام قياسيه، ده خدع شويه الناس في النادي الاهلي، وخدع حتى خدع الاعلام وخدع الجمهور وخدع كل حاجه، خدع الاداره. احنا يعني كل الناس توهمت بالفوز القياسي النادي الاهلي بطوله الدوري السنه اللي فاتت، كل الناس كان عندها قناعه غير عاديه ان النادي الاهلي قادر انه يستمر بنفس الفريق ده لسنوات طويله. عشان كده كان التوقف في اداره النادي الاهلي اول ما مسك كابتن محمود الخطيب، ان هو عارف ان الفريق الكوره الموجود دلوقتي اللي خد الدوري قبل نهايته بسبع اسابيع او ثمان اسابيع بفرق 20 نقطه عن صاحب المركز الثاني الاسماعيلي، و68 واكثر من 28 نقطه عن الزمالك الرابع مثلا. فكان ده عطى انطباع او عطى مؤشر خاطئ ان فريق الاهلي ده ممكن يستمر فترات طويله. طيب جدا، خليني اسال حضرتك نوف هنا واسالك، طب ايه اللي حصل؟ هل ده مثلا بسبب تدعيمات الفرق المنافسه بعناصر جيده، فبدات الفرق الاخرى تبان او تظهر بمستوى جيد؟ ده كان ممكن نحكم عليه لو كان الاخفاق حصل في الدوري المحلي، لكن الاخفاق ما حصلش في الدوري المحلي، الاخفاق حصل على المستوى الافريقي وحصل على المستوى العربي. لكن الاخفاق اللي حصل على المستوى الافريقي ده كان ليه ظروف خاصه بالفرقه، ظروف استثنائيه، ظروف اصابات ضربت الفريق بشكل غير عادي في الامتار الاخير. يعني فريق خلاص رايح على نص التتويج، وفجاه وهو بيستعد للاحتفال فجاه بيلاقي الاعمده الاساسيه بتاعته يعني لو زي عمود الخيمه. الخساره المحليه دي كانت توابع، دي كانت امر طبيعي جدا، توابع انك انت تيجي توابع على ضياع بطولتين. طبعا اللعيبه عندهم ضغوط نفسيه غير عاديه، بتتكلم على في لعيبه عارفه نفسها ممكن تمشي، وعارفه ان كل الانظار متجهه ليها ودي فرصه اخيره بالنسبه لها، ده عمل نوع من التوتر. ودايما عشان كده حضرتك لو اي واحد منا، لو حتى في رفع الاثقال حضرتك يا استاذ شيماء، لو انت في رفع الاثقال ليك ثلاث محاولات، لو فشلت في الاولى والثانيه لازم تفشلي في الثالثه، لانك بتوصل لما تيجي تجري الرفعه الثالثه دي بتكون الرفعه الثالثه دي وانت اصلا
اولا بيكون عليك حمل يعني انت عارف حضرتك مثلا بيكون في مثلا حضرتك داخله في منافسه رفع اثقال فبتلاقي مثلا المنافس معاك بيشيل اكتر منك فانت بتخفقي في الوزن بتاعك اول مره يجي المنافس بيشيل اكتر منك في المحاوله الثانيه بتخفقي فتيجي في المحاوله الثالثه انت بتكوني بتحملي نفسك ضغوط زياده عن اللزوم بتشيلي وزن اكتر من وزنك فده بيبدل ده اللي حصل للنادي الاهلي ضغوط فشل افريقي اخفاق افريقي اخفاق عربي ده عمل نوع من الضغوط جامده جدا على لعيبه النادي الاهلي كان مطلوب منهم هم يقدموا اكتر من قدراتهم فبالتالي حصل وطبعا الضغوط الجماهيريه طبعا كانت ضغوط رهيبه جدا الضغوط الاعلاميه طبعا ضغوط رهيبه جدا فكان طبيعي جدا يعني انا حتى ماتش المقاولين كنت يعني ما كنتش متفائل ان الاهلي يكسب مباراه المقاولين وشفت النتيجه ازاي الاهلي خسر ودي كانت نتيجه الضغوط يعني لو المباراه عدت 100 مره في ظروف طبيعيه مستحيل طبعا الاهلي يخسر استاذ علاء في اجتهادات كتير قوي من ساعه ما تمت اقاله باتريس كارتيرون على مين هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي من هو المدير الفني الاجنبي القادم للنادي الاهلي يعني الاجتهادات كمان ابتدت تقول الاداره عارفه وخلاص فعلا تعاقدت مع مدير فني اجنبي والدليل على كده ان هي بتخلص في الصفقات اللي عندها يعني اكيد الصفقات أكيد دي طبعًا بتكون بتشاور مع المدير الفني أكيد القادم أكيد طبعًا دي كانت من بعض الاجتهادات اللي موجوده الناس تقول بقى مدرسه البرتغاليه مدرسه لاتينيه الناس كلها عمالين طول ما الوقت بيطرحوا في اسامي كثيره جدا ده طبيعي جدا طول ما الفتره بتطول كل ما الاجتهادات مساحه الاجتهادات بتزيد الرؤى بتزيد كل يوم انت ما بتعلنيش فيها المدير الفني رؤى مساحه الاجتهادات بتزيد 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 وتشوف اسماء لكن مثلا تعالى مثلا بيكون مثلا نادي مثلا نادي عادي بكل مدرب تاني وصحبه بيجيب مدرب تاني ما بيكونش اصلا في فرصه اجتهادات شفنا مثلا في انديه كتيره جدا بتقيل مدير فني يا دوبك عقبال ما الناس الصبح تعرف ان في مدير فني جه ما بقاش فيه دلوقتي الصبح هو على طول بالليل يعني لا يعني ممكن يعني هم يعني الاجتهاد بتكون اقل شويه بالظبط يعني مثلا زي مثلا بتشوف مثلا مقاولين مثلا اقل مثلا مدير فني فجاه بنلاقي ثاني يوم الصبح على طول التعاقد مع عماد النحاس نفس الامر مثلا في لما جه كابتن علي ماهر مدير فني جديد سموحه نفس القصه مشي علي ماهر بعديها بيومين على طول طارق يحيى اقصد كل ما المساحه بتكون ضيقه المساحه الزمنيه بين تغيير جهاز فني كل ما المساحه تكون ضيقه كل ما بيكون فرص الاجتهادات قليله جدا جدا لكن طبعا انت بتتكلمي عن النادي الاهلي الناس كلها مهمومه بالنادي الاهلي كمان حتى انت مش بتتكلمي كمان على مستوى الاعلام هنا ولا السوشيال ميديا هنا بتتكلمي على السوشيال ميديا الوطن العربي انت شوفي المغرب ازاي بتنزعج لما ذكر اسم رينارد يعني الاعلام المغربي كله انتفض ان الاهلي بيفاوض هيرفي نارد نفس الامر في اوغندا ان الاهلي بيفاوض ديسابرا مثلا فانت بحث الاهلي عن مدير فني مش بس بيشغل الراي العام في مصر هنا بيشغل الراي العام كمان أكيد. بره وتشوف انه طبعا تقارير كتيره جدا بتتكلم تقارير ومواقع عالميه كتير جدا بتتكلم عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وبيتكلموا عن المدارس البرتغاليه والمدارس الالمانيه الاسماء اللي بتطرح كمان بيكون محل اهتمام كل الاسئله طب شايف الافضل للنادي الاهلي اللي يتماشى مع النادي الاهلي اكتر المدرسه الاوروبيه ولا اللاتينيه؟ لا انا شايف الاهلي الاوروبيه الاهلي انا شايف هي طبعا المدرسه اللاتينيه مدارس بتعتمد على القوه البدنيه ودي وده شيء عنصر مهم جدا جدا في النادي الاهلي لكن شايف انا ان النادي الاهلي في فتره فترات كان عنده مدرب احمد كويس جدا الشعلاني فكنت شايف ان النادي الاهلي كان وقتها من افضل مواسم النادي الاهلي على الصعيد البدني لكن الكره الاوروبيه لا الكره دي كره حديثه بجد كره اللي هي اقرب للكره الشامله فيها كمان حتى المدرب الاوروبي دايما بيكون فكره في التعامل مع الظروف الصعبه اسرع من المدرب اللاتيني يعني وشفنا يمكن انا عن نفسي شفت كارتيرون مثلا اكتر من مره لا كارتيرون كان عنده حلول سريعه جدا طبعا الاخفاق اللي حصل والضغوط الكبيره حصل كان للاسف شديد راح كارتيرون مع اني كنت انا يعني كان زعلت ان المدرب ده مشي لانه المدرب اشتغل في ظروف صعبه جدا صحيح. مع النادي الاهلي لكن مكان بلاد هيله مكان بلاد هيله لان الغضب الجماهير وقتها كان لازم يكون في قرار لازم يكون في قرار ولو كان اتاخر القرار كان ممكن الناس انت عارف طبعا السوشيال ميديا ممكن ازاي تخلق الكلام عن السوشيال ميديا بقى يعني بنشوف حاجات غريبه جدا حصلت في الايام اللي فاتت مش عارفه حضرتك متابعه ولا لا طبعا يعني تويتر فيك معموله يعني متفبركه عن لسان مسؤول عن لسان اعلامي بيقول فيها ان النادي الاهلي تم حرمانه من المشاركات الافريقيه النادي الاهلي تم اتهامه بقضيه مش عارفه ايه اللي حكم مباراه ليه كده ده اولا ده نتيجه وبعدين الانيل بقى يعني والاصعب ان انت بتلاقي قناه بتذيع على الشاشه بتاعتها التويته المفبركه دي طبعًا للأسف ما في مش قادرين يتعبوا يعني. نفسهم بالزبط. ويدخلوا يعملوا سيرش يشوفوا دي حقيقه ولا لا ده بيقول حاجتين الفراغ المحتوى محتوى فارغ جدا جدا لان طالما انت
وصلت لمرحله انك انت تفبركي، ده معناه انك انت ما عندكيش محتوى. انا عايز اقول لك نفس الشاشه دي بتجيب تويتات ليا انا من برضو اكاونت فيك متفبرك وينزلوها كل شويه عندهم. انا مش يعني مش مصدقه يا جماعه، ادخلوا يعني اتعبوا نفسكم واعملوا سيرش كده وشوفوا ده حقيقي ولا لا. لكن لا في فرق كبير. وصلت كمان يعني عن الكاف يعني. طبعا عن الكاف ده اولا ده بيؤكد ان القائمين على البرنامج عندهم فراغ في المحتوى، ما عندهمش ماده خالص. تاني حاجه ان هم عندهم وقت طويل ومش عارفين يملوه ازاي فيالفوا اي حاجه. تاني حاجه ان هم بيحاولوا بطريقه ساذجه جدا وطريقه بديهيه جدا ان يصدروا ازمات او تصدير ازمات بطريقه مش طبيعيه. أزمات. بس خلاص يعني من الغباء من الغباء دلوقتي انك انت تعمل حركه زي كده. حركه على ده سقوط اعلامي، سقوط اعلامي ذريع. يعني خلاص انت اوكي، انت فارغ، ما عندكش محتوى، ما عندكش ماده تقدمها. بس خليني اقول لك كمان ان يعني انا شفت على يوتيوب مقطع لنفس برضو القناه دي او نفس الشاشه دي. مقدم البرنامج جايب معاه مداخله هاتفيه لفنانه ما بتتكلم باسلوب يعني في منتهى الرداءه عن زميل لينا، يعني زميل اعلامي من غير، وهو مبسوط جدا وبقه من هنا لهنا سعيد جدا بالكلام اللي بيسمعه، وهي هيجي لي مشاهده. بس تاكدي ان نهايه الهزل ده قريب جدا، لان دلوقتي عندنا الهيئه الوطنيه للاعلام ما شاء الله بتتابع كويس جدا، الملاحظات بتدونها اول باول. يعني انا مش بوعدك لان انا مش صاحب قرار، لكن انا بطمنك وبطمن كل الجماهير ان نهايه قريبه وسريعه جدا للقنوات الفاسده دي. دي فاسده، ده فساد، ده فساد اعلامي مش أكيد. فدي كلها مشكله. المشكله ان كل شويه المجلس الاعلى للاعلام بيطلع يوقف برنامج يغيروا اسم وكده وصل بيروح يوقف القناه كلها. لا يغيروا اسم البرنامج ويغيروا الوجه ويطلعوا نفس المحتوى، نفس المحتوى الفاشل والمحتوى الفارغ والكلام هو هو ونفس اليوم هو هو ونفس الاسئله هي هي ونفس التناول المحتوى هو. اشغل نفسك بقضيه، انت اعلام، انت بتقود الراي العام مش الراي العام بيقودك. هم للاسف قايمين على ان هم ازاي يخدموا على السوشيال ميديا، ازاي يرضوا جمهور السوشيال ميديا، مش ازاي هم يوجهوا السوشيال ميديا. لا هم كل حاجه يطلعوا لو ليه، يعني اللي خد التويتر من الفبريكه دي وخدها من السوشيال ميديا. يعني انت اجتهد ما فيش اجتهاد اصلا، حتى يعني اي حاجه انت اتصل بالمصدر المسؤول، شوف اللي كاتب. من غير ما تتصل شوف الاكونت ده فيريفايد ولا مش فيريفايد. يحسب لك انك انت لما تجيب الشيء وتنفيه صوته وصوره، ده يحسب لك. مش يحسب لك انك انت تكون تابع، مش يحسب لك انك انت يطلع شكلك وحش قوي قدام الراي العام، انك انت كاذب، انك انت مضلل، انك انت تترفع عليك دعوه قضائيه بعد كده، انك انت تبقى صورتك قدام الراي العام انك انت شاشه اعلاميه كاذبه وخادعه للراي العام، شاشه اعلاميه كل هدفك انك تصدر ازمات للمنافسين. لا ده طبعا يعني مش انا طبعاً. يعني انا يعني طول عمرنا بنشوف حاجات يعني كتير كمان في الاعلام الرياضي خصوصا نقول مثلا من مصدر ما في لاعب من هنا ماشي هنا رايح هنا بيتفاوضوا معاه، يعني الحاجات دي مقبوله بالظبط مقبوله لكن طبعا مش طبعاً مقبوله لدرجه ان انت تحط يعني طبعاً مستندات مزوره على الهواء. ازاي طبعا دي كارثه، يعني دي كارثه اكيد. طيب خلينا نرجع نتكلم تاني عن النادي الاهلي وعن المدير الفني القادم للنادي الاهلي. وخليني اسالك برضو، هل المدير الفني القادم للنادي الاهلي لازم يكون اجنبي؟ الافضل الافضل للنادي الاهلي يكون مدير فني اجنبي، لان بغض النظر عن طب لو اجنبي هل بتفضل ان هو يكون فعلا ابتدى او اشتغل قبل كده في مصر او في العالم العربي؟ لا 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 انا ما يهمنيش يكون شغال في مصر، بس يهمني قوي 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 يكون شغال في افريقيا. ده شيء مهم جدا. احنا افريقيا عامه ولا العالم العربي؟ لا افريقيا. لا ما يهمنيش خالص الوطن العربي. الوطن العربي لو في مغرب وجزائر وتونس يبقى طبعا يكون يبقى الافضل. طبعا لان بيعيش نفس الاجواء بتاعت الكره المصريه، ثقافات مختلفه شويه. لا كمان احنا اجندتنا هي نفس اجنده تونس، هي نفس اجنده المغرب، هي نفس اجنده الجزائر. التوقفات هنا توقفات هناك، يعني هو بيعيش نفس الاجواء. يعني بالنسبه له لما يجي مصر هنا هيكون الاجواء بالنسبه له اجواء كربونيه، يعني مش هيكون جديد عليه، مفيش اي حاجه جديده عليه. لكن كمان لما يكون كمان افريقي كمان هيبقى عارف الاجواء. يعني انا شايف ان 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 سر الانطلاقه الرائعه لمستر كارتون في بدايته مع النادي الاهلي كان سره ان هو جاي من نادي كبير زي نادي مازيمبي. راجل جه زي ما اتكلمت معاك قبل كده شيماء، ان الراجل ده الاجواء الافريقيه مش غريبه عليه، عشان كده نجح. شفت بدايته مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا ازاي ياخد الاهلي بالمركز الاخير في مجموعته وينهي دور المجموعات وهو اول مجموعه. طبعا ده شيء رائع جدا، يعمل اربع انتصارات متتاليه بره وجوه، ده شيء مهم جدا. وده ما كانش ممكن يتحقق الا اذا كان الا اذا المدرب نفسه جاي من افريقيا، جاي من مازيمبي
عارف اجواء البطولات الافريقيه، عارف الملاعب، عارف المناخ، عارف التوقيتات، عارف صعوبات الطيران، وعارف صعوبات حاجات كتير جدا. عشان كده انا كان اكتر حاجه بتعجبني في كارترون ان هو راجل بيتعامل مع كل الظروف، راجل ما كانش بيشتكي ابدا، راجل بكل شيء عنده ممكن يحوله ايجابي، الحاجات السلبيه كان بيحولها لحاجات ايجابيه، الا طبعا جت المرحله الاخيره طبعا اللي هي المباراه الاخيره دي كان الامر اكبر من قدراته، ان 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 فجاه الخيمه عمده الخيمه كلها تقع مره واحده. يعني مش عمود واحد وقع من الخيمه، ده الاربع اعمده بتوع الخيمه وقعوا، احمد فتحي ومعلول وازارو للاسف جم في توقيت صعب جدا، وكان كمان فرق التوقيت قليل جدا. انت عارف احنا كنا بنلعب مباراه الاخيره بتاع دوري ابطال افريقيا تقريبا كل اسبوع كان الاهلي بيلعب مباراه، فحتى ما كانش فيه زي زمان كل الاهلي كان ممكن زمان بيلعب الدور قبل النهائي في نوفمبر وبيلعب النهائي في ديسمبر، ده كان زمان. لكن دلوقتي شوف احنا بنشوف المباراه بين المباراه ومباراه اسبوع واحد بس، فطبعا ده كان امر مؤسف جدا، وظروف خذلت الراجل ده بشكل كبير جدا. صحيح. هنرجع تاني للسوشيال ميديا والكلام في السوشيال ميديا، ودلوقتي بقت في اسامي كتير مطروحه ان اللعيبه دي راحلين عن النادي الاهلي في يناير القادم، طبعا الغرض من كل الكلام ده والاكتتات دي تشتيت تركيز اللعيبه في الفتره اللي جايه. لا هي ما اقدرش اقول تشتيت، يعني مش هناخد ان كل واحد بيكتب الحاجه دي عنده سوء نيه، فاحنا بنفترض ان في بعض طبعا في عنده سوء نيه اكيد، في مجموعه ومعروفه ومرصوده وجميل حتى جميل العاديه عارفاها كويس جدا، عارفه مين المغرضين، عارفه مين اللي كل كلمه بيكتبوها رايحه فين وحسابها لمين والمصلحه مين وازاي الهدف منها هد استقرار النادي الاهلي. لكن في البعض بيجتهد وكل مجتهد نصيب، يعني في ناس بتجتهد، في ناس كتير جدا اجتهدت في صفقه محمد محمود وقالوا ان محمد محمود مرشح ان هو ينضم للنادي الاهلي، وفعلا محمد محمود انضم للنادي الاهلي. محمود وحيد اتقال ان محمود وحيد موجود. في ناس بتطور ده اجتهاد وده اجتهاد مشروع، يعني دلوقتي مثلا بيتكلموا مثلا ان في مثلا لعيب انجولي مثلا هيجي النادي الاهلي، وبعد كده فجاه النادي الاهلي الولد ده لعب مع فريقه في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي يكون مستبعد لانه مش هيلعب مع الاهلي في افريقيا. دي كلها حاجه ايجابيه ان الاعلام يجتهد، يعني حتى ان يجيب لك خبر ان اللعيب الانجول المرشح ينضم للنادي الاهلي لعب مع فرقته في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي لو جه النادي الاهلي انضم مش هيلعب مع الاهلي، مش هيكون مفيد للنادي في دوري ابطال افريقيا. ده اجتهاد طيب واجتهاد مشكور، فده طبيعي جدا. وبعد كده بتتكلم عن النادي الاهلي شيء، يعني اذا ما كنتش هتتكلم عن النادي الاهلي هتتكلم عن مين؟ ويعني وبعد كده الناس اصلا عايزه تقرا عن مين؟ عايزه تقرا عن النادي الاهلي بس. صحيح. فبالتالي من الطبيعي جدا انك انت ترضي غرور القارئ، ترضي غرور القارئ او القارئ لو كان في صحيفه او المشاهد او المستمع سواء وسيله اعلاميه، ارضاء غروره انه يسمع النادي الاهلي، ان ثلاث ساعات يسمع اخبار عن النادي الاهلي، حتى لو اخبار سمعها من ساعه برضه بيهمه ان هو يسمع جديد عن النادي الاهلي. فبالتالي طبعا ارضاء غرور للمستمع ده في حد ذاته هدف للاهلي، انك انت ازاي ترضي غرور مشاهدك المستمع القارئ، ده شيء مهم جدا. عشان كده انا بقول ان في اجتهادات مشروعه ومشكوره كمان. استاذ علاء عايز نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك مره ثانيه، فاصل ونرجع لكم تاني. مكملين معاكم كلامنا في الميديا مع الاستاذ علاء عاسف الناقد الرياضي في الاهرام. كنا بنتكلم بقى عن الاخبار المفبركه النهارده في حلقتنا، كنا بنتكلم عن الناس اللي بيحاولوا يجتهدوا لصالح النادي الاهلي، وطبعا في ناس ثانيه ما بيكونش لصالح اكيد النادي، ويكون عندهم يعني رغبه من جواهم ان هم يفسدوا حاله الاستقرار اللي موجوده جوه النادي الاهلي. بالفعل انا زي ما قلت لحضرتك اللي بيجتهد ودي غالبية محترمة من الزملاء بيجتهدوا، ودول محمودين ومشكورين، يعني ده جهد اجتهاد مشروع واجتهاد مشكور، حتى لو ما أصابوش يعني هم كفاية انهم بيجتهدوا. لكن ال- 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 الكارثة في المغرضين والكارهين. صحيح. كمان يعني استاذ الجمهور يكون عنده وعي. لا جمهور عندنا يا الجمهور ما شاء الله، لا ده الجمهور اكثر وعيا من الاعلاميين نفسهم الكاذبين، يعني هو اكثر وعيا منهم، يعني لدرجه ما تشوف السخريه يعني بس يعني حتى قبل ما خليني اقول لك على حاجه، يعني احنا شفنا مثلا الاخبار المفبركه اللي نزلت امبارح واول دي يعني اثارت بصراحه ازمات على السوشيال ميديا، كان في خناقات يعني زي ما تشوف يعني بقى. مثلا انا هقول لحضرتك على موقف بس حصل الاخير امبارح في الازمه اللي حصلت امبارح، اللي هو التويتر المفبركه على لسان الكابتن احمد شوبير. يعني الكابتن احمد شوبير احتاج تقريبا ساعه الا ربع عشان يرد. في الساعه الا ربع دي كان الجمهور الاهلي هو اللي رد، جمهور الاهلي رد على صفحاته بشكل كبير جدا جدا،
وسخروا بطريقه. اولا كان التوقيت ما كانش معلن، فبالتالي دي كذبه ان ازاي خبر ما يكونش في توقيت. تاني حاجه ان الاتحاد الافريقي لما بيخاطب الانديه ما بيخاطبش، بيخاطب الاتحادات ما بيخاطبش يعني. وازاي كابتن احمد شوبير يعرف معلومه زي كده قبل الاعلام يعرفها؟ كابتن احمد شوبير اعلامي كبير وليه مصادره الخاصه، لكن ازاي وصل؟ فانا بقول لحضرتك الجمهور نفسه، سخريه الجمهور نفسه من القناه او الوسيله الاعلاميه الكاذبه والمغرضه دي كان اسرع من اي رد فعل توقعيه، لان الجمهور دلوقتي اصبح بيمتلك وعي غير عادي في اكتشاف السذاجه في تناول الاخبار، او ازاي يكتشف ان التغريده دي كاذبه او ان دي مضلله او كده، لانه خلاص اكتشف. زي اللي قبل كده طلع قال لك الوثيقه بتاعت نادي القرن دي، قال لك معايا وثيقه قديمه ان شفت سخريه الناس منه كانت عامله ازاي. صحيح. يعني تحول واحد كان عايز يصادر النادي الاهلي ازمه، هو في ازمه، هو نفسه بيبقى في ازمه من ردود افعال الناس ليه. يعني رد فعل الناس ليه ان ازاي شباب صغير يمتلك من الوعي ومن الذكاء التعامل مع وثيقه مزوره. خلى الراجل نفسه في ورطه، الراجل نفسه في ورطه، اختفى فتره طويله جدا قبل ما يطلع، لان حتى الصغيرين في السن اكتشفوا ان هو كاذب، لانه طلعوا له اكتر من مثلا خمس حاجات في الـ الفاكس اللي كان بعته ده، الفاكس العبيط ده اللي كان حاطه. الناس كنت شايفه فيه اخطاء مش ممكن ابدا يقع فيها اعلامي، ابدا مستحيل ان اعلامي يكون يمتلك قدر من الجزاء ان هو يقع في ازمه زي كده. فبالتالي حصل. وبنشوف برده جمهور النادي الاهلي ساعات بيطالب، ليه ما بتردوش؟ ليه ما بتدافعوش عن النادي الاهلي؟ ليه ما بتعملوش؟ انا بحس يعني انا مثلا في مكاني هدافع عن النادي الاهلي ليه؟ انا عمري ما شفت النادي الاهلي ضحيه. بالظبط. عمري ما شفته في يعني الموقف الضعيف اللي محتاج حد اصلا يدافع عنه. لا هو بس البعض بتاخد الحميه شويه، بياخدوا الغيرة على النادي الأهلي، فبيكونوا طبعا، وده حقهم ان هم بيزعلوا على النادي الأهلي لما يشوفوا ان نادي كبير بحجم واسم تاريخ النادي الأهلي يتم التطاول عليه من بعض الصغار، فبالتالي ده بيحزن جمهور الأهلي جدا. فهم بيطلعوا ردوا بيردوا بقوة، بيردوا بعنف، لكن هم بيكونوا عايزين رد على مستوى الإدارة. لكن جمهور الأهلي لازم 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 يستوعب نقطة مهمة جدا، النادي الأهلي ما بينزلش للصغار. يعني هم لازم النقطة دي تكون نفسي فعلا الجمهور يفهم النقطة دي، يفهم كده، وان النادي الأهلي مش من السذاجة ان هو ينزلق لفخ الرد على المهاترات. يعني لان ده المقصود منه، هو المقصود منه ان هم لما يعملوا خبر كاذب ان النادي الأهلي يطلع يرد عليهم. النادي الأهلي أكبر من كده بكتير يا شباب. النادي الأهلي بعد كده، النادي الأهلي مش معقولة بكل تاريخه ومجده ده هينزل يرد على احنا بنشوف كمان بير سلم، يعني احترامي، يعني بير سلم، يعني مش معقولة دون المستوى تماما. يعني هل مطلوب مثلا مدير التنفيذي النادي الاهلي مثلا اللي هو مشغول مثلا بـ 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 بتجهيز ملفات كبيره وبتاع يطلع يرد مثلا على وثيقه مزوره؟ طلع طب مش مطلوب. صحيح. النادي الاهلي اكبر من يرد على المهاترات، لكن جمهور الاهلي محق ان هو في الغيره بتاعته، لان هو ده ناديه وده كيانه اللي بيحبه وبيعشقه، فبيكون عايز رد عنيف. لكن النادي الاهلي ما بيردش رد عنيف ابدا. النادي الاهلي ليه عنده طرق قانونيه، وشفنا النادي الاهلي قبل كده كان في ازمه تعرض ليها، وازمه كبيره جدا، والناس لامت على النادي الاهلي سكوته في وقت معين في صدام كبير، لكن النادي الاهلي بهدوءه وبقدراته وامكانياته رد في الوقت المناسب. النادي الاهلي يعرف جيدا امتى يرد ومتى يرد، وده عظمه النادي الاهلي. صحيح. ان ازاي مش لازم لما تنزلي خناقه مش لازم تكسبيها من اول جوله، الذكاء ليك انك ازاي تكسبيها بالضربه الفنيه، يعني انك انت ما تنزلقيش لكل خناقه، ما تخليش حد يسحبك لملعب مش ملعبك، فبالتالي انت من الذكاء انك انت يكون في صمت، وصمت ده كل وقت، وصمت كل حكمه. وانا شايف ان صمت النادي الاهلي على مدار تاريخه من اعظم حكم في تاريخ النادي الاهلي. الصمت ده حكمه. صحيح. فعلا بالغه عند النادي الاهلي. صحيح. لكن النادي الاهلي عنده وعي ان في جماهير بتنساق وراه. طبعًا. يعني ان هو ده خوفا على جماهيره كمان. صحيح. النادي الاهلي كمان خوفا على جماهيره، لما مسؤول في النادي الاهلي يطلع يتكلم بطريقه ويرد بنفس الطريقه اللي بيتهاجم بيها، هيزيد من احتقان الجماهير، وبالتالي ممكن صغار في الجماهير ما يكونش تملك القدر الواعي من التفكير، ممكن ينزلقوا ويروحوا ويخشوا في. صحيح. في معارك. صحيح. حتى لو معارك كلاميه على مواقع التواصل الاجتماعي، لا ده امر النادي الاهلي ما بيسعاش ليه ابدا. النادي الاهلي بشعبيته يملك الكثير جدا انه ممكن يعمله، لكن النادي الاهلي حرصا على جماهيره وحرصا على سلامه جماهيره وعدم انزلاقه في مهاترات كلاميه مع ناس،
لا النادي الاهلي بيترفع ولازم الاهلي يترفع، النادي الاهلي مش هو النادي اللي عودنا ابدا ان هو ينزلق لمهاترات زي اللي بتروح. صحيح. طيب احنا عايزين نقول ان ازارو بيعاني من الاجهاد، وبسبب الاجهاد ده هيغيب 3 ايام عن التدريبات، وكمان كوليبالي هيغيب لمده يوم برضو بسبب الاصابه. احنا معانا تليفون ولا لا؟ نرجع بقى نتكلم تاني عن لقاء بكره ان شاء الله، اكيد لقاء مهم، وكل لقاء المؤجل للنادي الاهلي هو لقاء مهم. تمام. نحو طبعا الوصول لمكانتنا الطبيعيه في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز. شايف لقاء بكره ده ازاي؟ شايف ان الفوز باذن الله بيرفع ضغوط على النادي الاهلي وبيصدرها للمنافسين. انت النادي الاهلي لازم الناس تكون واعيه وعارفه ان كل ما الاهلي يكسب مباراه من المباريات المؤجله دي بيرفع من على نفسه ضغوط وبيلقب الضغوط دي على المنافسين، لان انت عارف حضرتك لما يكون النادي الاهلي 18 الاخير في جدول الترتيب وليه مؤجلات كتير جدا، فجاه من ال 18 يبقى العاشر في اقل من اسبوع، يعني يقفز ثمان مراكز، وبكره ان شاء الله لما يكسب يقفز اكتر يخش اكتر، فبالتالي انت هنا بترفع الضغوط عن نفسك خلاص، ان انا برمي من ورا ظهري حمل، كل مباراه مؤجله دي حمل على النادي الاهلي. اكيد كل فوز النادي الاهلي بيرفع الضغط من عليه وبيصدر الضغط على المنافسين، وده امر طبيعي جدا. فانا شايف ان النادي الاهلي بكره الضغوط اترفعت كتير جدا، الفوزين كانوا مهمين جدا للنادي الاهلي على التوالي، الجمهور كان راضي جدا جدا على اداء الاهلي في المباراه الاخيره، كان راضي بشكل كبير جدا في مباراه الجونه رغم ان الفريق كان متاخر، لكن الجمهور كان سعيد بان الفرقه ازاي ترجع تاني وتعمل ضغط. يمكن مباراه الجونه دي يعني انا مش عارف انا ما بتابعش كل سنه التحليل، لكن مباراه الجونه دي ممكن تكون واحده من اكتر مباريات في تاريخ النادي الاهلي عمل فيها هجمات، يعني انا متابع النادي الاهلي من اكتر من 20 سنه مبارياته، عمري ما شفت النادي الاهلي بيوصل لمرمى فريق منافس قد مباراه الجونه، يعني مباراه الجونه دي لو طبعا اكيد في عندنا هنا في القناه محللين كتار جدا، لو عملنا رصد لعدد وصول مرمى النادي الاهلي لمرمى منافس ممكن يكون النادي الاهلي عامل رقم قياسي في مباراه الجونه. صحيح. استاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الاهرام نورتنا النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك. اشكرك ربنا يخليك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله بعد بكره يوم الاثنين القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.